فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس ماضي، قلتم إنه لا يجوز السؤال بوجه الله الدنيا. سؤاله: ماذا لو سألت الله بنور وجهه أمرا من أمور الدنيا والآخرة؟ إذا سألت الله أمرا من أمور الدنيا والآخرة لا بأس، إنما الاقتصار على الدنيا فقط هو الذي لا يجوز. نعم.